بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو الدرس 19 في الاقتصاد الكلي، وهو مخصص لمبادئ السياسة النقدية أو مونيتري بوليسي. إن شاء الله بقدم الفائدة المرجوة منه بإذن الله. السياسة النقدية، تعرف السياسة النقدية أو المونيتري بوليسي بأنها مجموعة الإجراءات والأنشطة والقرارات التي يتخذها أو يلجأ إليها أو يستعملها البنك المركزي أو السلطة النقدية في هذه الحالة، طبعا مونيتري أثوريتي مثل المصرف أو البنك المركزي سنترال بانك في دولة ما، من أجل التأثير على عرض النقد الماني سبلاي. إذا هي مجموعة الإجراءات والأنشطة والقرارات التي تتخذها السلطة النقدية مونيتري أثوريتي مثل البنك المركزي في حالة الأردن، البنك المركزي الأردني في حالة مثلا الكويت، البنك المركزي الكويتي، وهكذا. فإذا البنك المركزي في دولة ما من أجل التأثير على عرض النقد اللي هو الماني سبلاي. يتشكل عرض النقد، حتى نفهم الآن السياسة النقدية لابد من معرفة ما المقصود بعرض النقد. يتشكل عرض النقد من ثلاثة مكونات أساسية. الأول ما يعرف بالمفهوم الضيق للنقود اللي هو narrow definition of money. عادة ما يستخدم الرمز M1 أو M1 أو عين 1 باللغة العربية للتعبير عنه. ويحتوي M1 على النقد الورقي والمعدني الموجود بين يدي الجمهور، بيد الجمهور. على سبيل المثال أنت وأنا وفلان وعلنتان مع نقود بجيبته في بيته في بأي مكان يعني يراه مناسبا، دائما هالنقود موجودة من أجل إتمام الصفقات اليومية. بذهب أنا شراء الغذاء والشراب وأي شيء يعني يحتاجه بيتي، فهذا الآن نقد. كذلك أمر موجود في البقالات، موجود في البنوك، المصارف، وكثير من المؤسسات بيكون عندها يعني مكان مخصص لوضع النقود. فالنقد الموجود بيد الجمهور وحسابات تحت الطلب. حسابات تحت الطلب الآن لابد من فهمها إنها هي الحسابات المصرفية للأفراد والمؤسسات التي يطلبها عادة ما بطلبوها بشكل دوري الأشخاص، يسحبوا منها في أي لحظة من اللحظات حتى يتمكنوا من إتمام صفقاتهم التي يحتاجوا إليها بشكل دوري. وبعض حسابات التوفير، هناك بعض حسابات التوفير تسمح البنوك أو المصارف التجارية للأشخاص الذين لديهم حسابات توفير أن يسحبوا منها بأي لحظة. ورغم أن تعريف حسابات تحت الطلب قد توسع بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، خلال 20-30 سنة الماضية، ليشمل حسابات بعض الودائع طويلة الأجل أو حسابات العملاء، لكن معظم المهتمين بالموضوع يتمسك بالمفهوم الضيق للتعريف اللي هو M1، اللي هو عبارة عن نقد بيد الجمهور زائد حسابات تحت الطلب، يعني حساب الشكات. هنا تقريبا هناك فئة من الودائع والأصول المالية تسمى شبه النقد أو near money أو quasi money، وهي بدائل قريبة جدا close substitute من النقد المتداول في بعض الاقتصادات، ومنها ودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية، ودائع لأجل بالعملة المحلية والأجنبية لكافة القطاعات. ولم أرد أن أكتب هنا كذلك أمر قد يشمل بعض المعادن النفيسة كالذهب والفضة التي يمكن تحويلها لنقود بسرعة يعني نسبية، وبالتالي بتكون جزء من السيولة. التعريف الثاني هو الأشمل، هو ما يعرف بالمفهوم الواسع للنقود Wide Definition of Money، يرمز له بالرمز M2 أو M2 أو عين 2 باللغة العربية. ويشمل هذا التعريف M1، بمعنى آخر أنه M2 تشمل M1 وشبه النقد. لو جاز لنا تعريف سيولة الأصل المالي Liquidity للفاينانشال أسس، يعني سيولة الأصل المالي، بأنه الأصل الذي يمكن تحويله إلى نقد بسرعة وسهولة، لقلنا بأن M1 هو أكثر الأصول المالية سيولة، يليه M2 وتليه الأصول التي يمكن تسييلها بصعوبة وقد يحتاج تسييلها إلى مدة زمنية غير قصيرة. ربما نتحدث الآن عن مثلا أنا عندي كمية من الذهب، أريد أن أشتري بضاعة معينة لنفطر الطعام أو شرب لبيتي، ولا لا 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 يوجد معي إلا ذهبا، فليس من السهولة يعني أني أروح على البقالة، أذهب إلى البقالة وأنا أشتري ما أحتاجه من طعام وشراب بالذهب.
فلا بد من تسييل الذهب، وهنا ربما لأسباب قانونية أو اجتماعية غير ممكن أن أسيلها بسهولة كما يعني نتصور. بناء على هذه التعريفات يكون عرض النقد الكلي M2 كما يلي: M2 تساوي M1 زائد نورو ماني اللي هي، أو العفو نير ماني اللي ذكرناها. فعندي عرض النقد الشامل M2 اللي هو وايد ديفينيشن اوف ماني، هون عندي عرض النقد بمفهوم الضيق هون الوايد، هون النارو ديفينيشن اوف ماني زائد نير ماني اللي هو اشبه النقود او كوازاي ماني. سياسة النقدية، تأتي السياسة النقدية على شكلين: الأول سياسة نقدية توسعية expansionary monetary policy تقضي بزيادة عرض النقد بواسطة الأدوات المتاحة للسياسة النقدية التي سنشرحها بعد قليل إن شاء الله. أما الشكل الثاني من السياسات النقدية سياسة نقدية انكماشية contractionary monetary policy تقضي بتخفيض عرض النقد بواسطة الأدوات المالية الأدوات المتاحة للسياسة النقدية. هنا الآن التوسعية تقضي بزيادة عرض النقد، في حين أن السياسة الانكماشية تقضي بتخفيض عرض النقد بواسطة الأدوات. ما هي الأدوات التي سأشرحها إن شاء الله؟ الآن أدوات السياسة النقدية، تلجأ السلطة النقدية للمصرف اللي هو المصرف البنك المركزي أو السلطة النقدية، يلجأ إلى أدوات محددة توظفها في سبيلها نحو ضبط عرض النقد، وهي كما يلي: الأداة الأولى نسبة الاحتياط الإجباري required reserve ratio، هي نسبة تحددها السلطة النقدية من ودائع الأفراد والمؤسسات لدى النظام المصرفي اللي هي المؤسسات المصرفية. وعلى سبيل المثال قام شخص ما بإيداع 1000 دينار لدى المصرف أو البنك سين لنفترض، بناء على قيمة نسبة الاحتياط الإجباري لابد للمصرف سين من اقتطاع جزء من المبلغ المودع على شكل احتياط إجباري. وعلى سبيل المثال لو كانت الآن RR نسبة الاحتياط الإجباري 10%، فإن على المصرف سين أن يقتطع 100 دينار ل10% من 1000 دينار ويضعها جانبا باعتباره احتياط إجباري لمواجهة سحوبات زبائن المصرف. فكلما ارتفعت RR انخفض قدرة المصرف على الاقتراض أو على الإقراض، على الإقراض. الأداة الثانية معدل الخصم discount rate، هو سعر الفائدة الذي تفرضه السلطة النقدية على المصارف اللي هي البنوك التي تقترض من السلطة النقدية في الأمد القصير. يعني ذهب البنك سين مثلا وأودع عفوا يريد أن يقترض من البنك المركزي مبلغ من المال، عدد بيكون عالي نسبيا بالملايين حتى يواجه بعض السحوبات من زبائنه. فالبنك المركزي أو السلطة النقدية تفرض سعر فائدة لكنه منخفض حسب حاجة البنك المركزي لإعطاء حرية أو يعني تحجيم قدرة البنك التجاري على الإقراض. وبالتالي فكلما كان سعر الخصم مرتفعا انخفض قدرة المصرف التجاري على الإقراض. الأداة الثالثة عمليات السوق المفتوحة، هي ذهاب السلطة النقدية في حالة الأردن أو الكويت البنك المركزي إلى السوق مباشرة، بيع سندات مكفولة من قبل السلطة النقدية أو شراء سندات. الآن يمكن سحب سيولة نقدية من النظام المصرفي مقابل سندات تبيعها السلطة النقدية إلى مؤسسات النظام المصرفي، وبالتالي تخفيض عرض النقد، أو زيادة كمية السيولة بواسطة إعادة شراء أو إطفاء الأدوات التمويلية المباعة، ما يعني ارتفاع عرض النقد. الأداة الرابعة اللي هي الوسائل المعنوية moral suasion، وهي سلطة الإقناع والعلاقات الشخصية التي تربط السلطة النقدية مع النظام المصرفي التجاري، تسمى في بعض الأحيان jawboning. سياسة النقدية، التمثيل البياني للسياسة النقدية التوسعية الآن expansionary monetary policy. الآن على المحور الأفقي كمية النقود المطلوبة والمعروضة، طبعا السعر السائد في سوق النقود هنا تحدث اللي هو سعر الفائدة، عند الآن منحنى الطالب على النقود downward sloping أو ميله سالب، بالتالي هون MD money demand أو demand for money، وعندي money supply لأنه بتحدد السلطة المركزية فبأخذ الشكل المستقيم العمودي على الأفق. وبالتالي الآن هنا MS1 في الحالة الأولى، لذلك نقطة التقاطع هذه أفضت إلى زوج مرتب M1 وR1، سعر الفائدة بيكون R1 والكمية المطلوبة المعروضة من النقود M1
الآن لنفترض بأن السلطة النقدية رغبت بزيادة عرض النقد بواسطة واحدة أو أكثر من أدواتها التي ذكرناها قبل قليل، وهي إما الريزيرف ريشيو ريكوايرد ريزيرف ريشيو نسبة الاحتياط الإجباري أو معدل الخصم أو شراء وبيع أو بيع السندات أو المور سويجن اللي هي سلطة القناعة الشخصية. فأراد البنك المركزي أو السلطة النقدية المركزية أن ترفع أو تزيد عرض النقد بواسطة واحدة أو أكثر من أدواتها، ما يعني بأن منحنى عرض النقد ينتقل إلى اليمين من موقع MS1 إلى MS2 كما يلي. الآن عندي الآن MS2 أو MS1 انتقل إلى الموقع MS2، وبالتالي نقطة التقاطع انتقلت من هنا إلى النقطة هذه، والآن زاد عرض النقد من M1 إلى M2، وانخفضت أسعار الفائدة من R1 إلى R2. هذه السياسة تسمى سياسة توسعية، سياسة توسعية. الآن السياسة النقدية التمثيل البياني للسياسة النقدية الانكماشية، الانكماشية ما زال المحور الأفقي بيرمز إلى كمية النقود أم سعر الفائدة على المحور العمودي، وبالتالي الآن عندي MD اللي هو Money Demand Downward Sloping MS في يقع في في يعني هذا الموقع. نقطة التقاطع أفضت إلى زوج مرتب M1 و R1. الآن نتيجة لنفترض بأن السلطة النقدية رغبت بتخفيض عرض النقد بواسطة واحدة أو أكثر من أدواتها، ما يعني بأن منحنى عرض النقد ينتقل إلى اليسار من الموقع MS1 إلى الموقع MS2 مثلا، وبالتالي الآن نقطة التقاطع الجديدة أفضت إلى زوج مرتب يتكون من النقطة M2 و R2 سعر الفائدة، ما يعني أنه انخفض عرض النقد والطلب عليه اللي هي نقطة توازنية من M1 إلى M2، لكن أسعار الفائدة ارتفعت من R1 إلى R2، وهي سياسة انكماشية أدت إلى انكماش التوازن في سوق النقود. بكون بذلك قد انتهيت من هذا الدرس. الدرس القادم إن شاء الله راح يكون عن خلق النقود، disguised من creation، الخلق لله، لكن هذه صناعة إنسانية، كيف يؤدي النظام المصرفي إلى خلق نقود بطريقة نسميها مخفية. لا تنسوا الاشتراك معنا، وأرجو أن يكون قد قدم هذا المقطع الفائد المرجو لطلبتنا الأحباء بجامعة اليرموك وكل الجامعات العربية الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.